شرم الشيخ بتسعد بيكم ويسعدها ان انتوا تشرفوها مرات عديده في المستقبل ان شاء الله. ويعني انا برضو لا انسى طبعا جهد رجل الاعمال المتميز احمد في جنينه والاستاذ حمدي قنديل والاستاذه دكتوره حنان يعني منظمه التسامح كلها والقائمين على الاعمال بتاعتها. فاحنا بندعم هذه المنظمه وسعداء جدا وبنقول ان احنا كل امكانيات المحافظه ان شاء الله سوف توجه لدعم هذه المنظمه ودعم هذه الاعمال الخيريه واعمال التسامح والسلام، لان احنا هنا في مدينه السلام. فيعني فرصه سعيده جدا وفرصه جميله ان احنا نلتقي بيكم، وسعداء جدا ان انا موجود معاكم النهارده، وسعيد بالدعوه اللي انتوا يعني اديتوها لي ان انا اجي رغم المشاغل العديده. انتوا شايفين طبعا احنا بنعد المؤتمر الاقتصادي الكبير اللي هيقام في شهر مارس، انما بنقول مفيش حاجه اتاخرنا عنكم ابدا، واسف لو كنت اتاخرت شويه النهارده، انما بقول انا معاكم ومعاكم بقلبي وروحي، وسعيد جدا بوجودكم معانا الفتره البسيطه اللي انتوا اديتوها ديت، انما كلنا امل ورجاء ان احنا نلتقي تاني مرات عديده، مش تاني وتاني وتالت وهكذا. وبنقول ان مدينه شرم الشيخ جميله بامكانياتها كلها، لان المدينه فيها امكانيات ضخمه جدا تستطيع ان نقيم فيها اي مهرجان ونقيم فيها اي مؤتمر دولي عالمي زي مؤتمر الاقتصاد العالمي ان شاء الله اللي هيعقد عندنا. وبنقول كل امكانياتنا هتكون في صالح المنظمه، ويعني اسمحوا لي ان انا اقول لكم شكرا على دعوتكم الكريمه.